عليكم البنات، اليوم راح نحضر معكم طاجين تونسي. طاجين تونسي تاعنا تاع اليوم واش نحتاجو فيه؟ المكونات هي هنا عندي كميه تاع فيونداشي، وعندي كميه تاع بصل محمص. لازم يكون يعني بيض، يطيب بيض، ما تخلوهش يحمر. عندي هنايا زوج سنات ثوم، عندي بطاطا مقليه قليتها وخليتها شويه بيضه ما حمرتهاش، عندي هنا معدنوس، عندي زيتون اسود للتزيين، عندي حبه بيض للتزيين، عندي ملح وفلفل اسود، عندي هنا كركم وزنجبيل، عندي هنا جبن مبشور، زيتون اخضر، عندي فرماج لافاش كيغي مثلثات باردون، عندي خمسه حبات بيض، وعندي هنايا شويه هريسه. يعني اللي ما يحبش الهريسه ما يديرش الهريسه، انا نحبها كي تكون شويه حاره، نستعمل الهريسه، نتوما تقدروا تستغنوا عليها. نبداو الوصفه تاعنا ان شاء الله تاع اليوم. بسم الله، اول شيء نديرو نضيفو اللحم والبصل، نخليو السنات تاع الثوم نرابوهم من بعد، نخلو السنات تاع الثوم تاعنا من بعد نرابوهم، نزيدو نخلطو شوية ونزيدو البطاطا تاعنا. بطاطا ما فيهاش الملح، ما درت لهاش الملح. البصل حمستو في شوية زيت شوية ملح، عندنا المعدنوس كمية تكون شوية مليحة، نزيدو الجبن المبشور، الجبن المبشور ديرو الكمية اللي تقدرو عليها يعني ما كاش مشكل، نزيدو الزيتون الأخضر، نخلطو شوية هذه المكونات مع بعض. يعني وصفة سهلة وبسيطة. نزيد الجبن تاعي نقطعه إلى قطع صغيرة، نزيد الملح وفلفل الكحل. انا البطاطا ما درت لهاش ملح كيما قلت لكم، صافي لازم نملح شويه باسكو البطاطا تشرب الملح كيما تعرفوا. نزيد الكركم والزنجبيل نخلطهم شوي، نحطهم بجي نحكم البيضات تاوعي، نضربهم شويه باش يجوني ساهلين. فوالا هكذا يكفي، نزيدهم وما ننساش سنات الثوم تاوعي. هاهوما
نتوما تحبوا ديروها بالطون ولا بالدجاج، يعني تقدروا ديروها ولا تستغنيوا على اللحم يعني وديروها عاديه بلا لحم. نخلط المكونات هذه مع بعض. فوالا انا هكذا سي بون. ناخذ المول تاعي اللي تكون كنت دهنته بزيت زيتون ودرت له لافارين. انا دهنته بزيت زيتون باش يجيني الذوق تاع زيت زيتون في هذا الطاجين. نتوما تحبوا ديروا الزيت العادي باردون ديروا الزيت العادي. المول تاعي يدير 20 على 20 سنتيمتر، ماشي كبير بزاف. فوالا نبسطو مليح. باش يجينا عالي لازم يكون المول شويه صغير. نحاولو نليسو لا سيرفاس تاعو. وانا نحب نزيد اللمسه تاعي كما انا نحب الحار بزاف، نحب يعني حاجه كي تكون غولفي. حبيت نزيد عندي هذه البيضه اللي خليتها للتزيين كما قلت لكم، نحطها في الوسط، نعمل يعني غير نضغط شويه باش تشد روحها ونحطها في الوسط بالعقل هكذا. ناخذ الهريسه تاعي، خليتها في التوب بالعاني باش ندير يعني نقط صغار برك، ما تقدروا تستغنيوا عليه. فوالا ونحط الحبيبات تاع الزيتون تاعي الاسود. هذه هي الوصفة تاعي، باردون هذه هي الوصفة تاعي، راهي جاهزة باش ندخلها للفرن على درجة حرارة 180 مدة 30 دقيقة. وانتوما عسوا لا كويسون تاعكم، كي شتوها حمرت بزاف على ليبو خرجوها، سا ديبون الفوق تاعكم كيفاش. ندورها هذه باش تكون كيما الاخرين. فوالا ندخلها للفرن ونرجع لكم ان شاء الله بعد كي توجد لي. اتو تالور ان شاء الله.